ثم إنني بهذه المناسبة أقول لعل من المناسب جدا أن يختم الإنسان عامه بالتدبر والتأمل والتفكر فيما عمل وفيما يعمل، هل هو قد أصاب وهل هو قد أجاد؟ فليحمد الله على ذلك وليسأله المزيد من فضله. هل هو قد فرط؟ فليستدرك، فإن كان في ترك واجب يمكن تلافيه فليفعل، وإذا كان في ترك واجب لا يمكن تلافيه فليستغفر الله تعالى مما حصل، وإن كان في فعل محرم فليستغفر الله وليتوب ليفكر. أقول قولي هذا وأنا أشدكم تفريطا، لكن أسأل الله العافية والتوفيق. إنه ينبغي للإنسان أن يفكر تفكيرا جديا، وإذا كان التجار الذين يسعون في الدنيا لكسب الربح إذا كانوا يراجعون دفاترهم في كل عام ينظرون ما الداخل وما الخارج، فلماذا لا يعمل المتاجرون مع الله عز وجل كما يعمل هؤلاء؟ فإن العمل في عبادة الله هو تجارة في الواقع. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. فجعلها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله جعلها تجارة، وهي حقيقة تجارة، هي التجارة الرابحة. أما الدنيا فتجارتها وإن زادت فقد تكون نقصا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بما يقرب إليه، وأن يعفو عنا ما فرطناه في واجبه، وأن يتجاوز عنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير.